لما زادت الحياة سرعتها وارتفعت أصوات المدينة، لقيت نفسي بطيء، بعيد أو يمكن قريب. كنت أسأل وأدور حولي، ويوم تمعنت وطولت في النظر هذا المكان اللي نحن فيه اليوم. يعد أول محمية في إمارة أبوظبي تم إنشائه في عام 1998 بأمر الشيخ زايد بن سلطان الهيان الله يرحمه، والمكان اللي أصبح موطن للحيوانات والطيور المهاجرة نفس ما تشوفون. خلونا نستكشف هالمكان أكثر. وصلنا لمكان مخصص لمراقبة الطيور، طيور الفلامينغو. هذا المكان يستقبل أكثر من 4000 طائر فلامينغو خلال فترة الشتاء كاملة. هني يوم بندخل بنقدر نشوفها عن قرب، ولكن ما نقدر نتقرب وايد لأن الطيور يشردن. حياكم. هذه البحيرات تساعد على تكاثر طائر الفلامينغو، لأن معروف عن طائر الفلامينغو أن الأنثى تضع بيضتها في المياه الضاحلة الطينية، فبعد فترة تفقس. هذه الفترة متى تكون؟ هي فترة الشتاء. واللي بي محمية الوثبة الرطبة لازم يختم رحلته بزيارة المحمية اللي حذالها، واللي هي محمية الكثبان الحفورية، ويستمتع بمنظر الغروب هناك. هالمحمية تعتبر إرث طبيعي لدولة الإمارات والأولى من نوعها في غرب آسيا. ومن ضمن المحميات اللي موجودة هني في منطقة الوثبة محمية كثبان الوثبة الحفورية، وهي تعتبر أعجوبة من الطبيعة هني موجودة في دولة الإمارات. ويقدر عمر الكثبان الرملية اللي موجودة في الداخل 4 مليون سنة تقريباً. محمية كثبان الوثبة الحفورية هي محمية طبيعية مليئة بالكثبان الحفورية، وتبدأ عمرها من 120 ألف عام، وعمر المنطقة 4 ملايين في 7 كيلومتر، عددهم 1700 كثيب حفوري.
تم إنشاء المحمية للحفاظ على هذه الكثبان الأحفورية التي تعتبر إرث طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نفس ما تشوفوننا الحين في الممر اللي مجهز أنك تمشي من بين الكثبان الأحفورية، هذه الكثبان يبلغ عددها 1700 كثيب أحفوري موجود في هاي المحمية. مسافتها أو مساحتها تبلغ 7 كيلومتر على شكل طولي. قال الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه: قادرون على التوازن والحفاظ على الطبيعة، مثل ما قاعدين نشوف هني في هالمكان. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، فمان الله.